قبل أن ننتقل إلى هناك. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نحب نرحب فيكم في بلادكم وبين أهلكم في محافظة مسندم. طبعا أنتم ما غرب عن هذه الدار، أنتم أهل الدار، شرفتونا ونورتونا في مسندم وتحديدا في ولاية قصب، ونتمنى إن شاء الله زياراتكم بشكل دائم لهذه الولاية. أنتم أخواننا وأهلنا وسعداء حقيقة بهذا التجمع الطيب من مختلف الولايات في السلطنة والمحافظات. أتمنى أن الله يجمعنا دائما على الخير بإذن الله تعالى. آمين. مثل ما تعودنا أن قلوب العمانيين دائما متآلفة ومتحابة على الخير. تكلموا الأخوة هنا عن عمل تطوعي، عن الدور البيئي الذي يقوم به المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الطيب. جهودكم طيبة ومقدرة، مبارك لكم، ونتمنى إن شاء الله هذه الجهود تتكلل بالنجاح وأكيد من تقدم إلى تقدم بإذن الله تعالى. شاكرين جهودكم، شكرا للأخ محمد والمنظمين جميعا، وشكرا لكل من قدم إلينا وتعنى ووصل لهذا المكان. وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وكرمناكم وضيفناكم بإذن الله، ونتمنى تشرفون إن شاء الله في البيت كذلك. بارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يوسف بن أحمد الشحي بهدية تذكارية بسيطة.